خلوني اقول لكم برضو بعض الاراء اللي وردت لينا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه معالي المواطن وصفحه مجدي الجلاد على الفيسبوك. احنا وجهنا سؤال حول هذه الحلقه المخصصه للمناظره حول مشروع قانون تنظيم الفتوى. قلنا احيانا بنواجه امور بنبقى محتاجين فيها لفتوى، ما هو مصدرك الذي تلجأ اليه ليفتيك؟ وهل أثرت فتوى خاطئة على حياتك من قبل؟ شاركنا بالرأي. بصراحة جالنا رسائل كتير جدا هقول لكم بعضها. الأستاذ أحمد الزيات بيقول: دعنا من كل ما يقال عن بعض شيوخ الأزهر، ولكن الفتوى الصحيحة أخذها من الأزهر الشريف، في الأزهر مدرسة متخصصة. تمام يا أستاذ أحمد، كلام منطقي. الأستاذ أشرف خطاب بيقول: استفت قلبك، وده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأستاذة سارة عبد الرحمن بتقول: من الأزهر الشريف، باخد الفتوى من الأزهر الشريف. تمام. معانا الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا ومرحبا مجد بيه. أهلا بيك يا فندم ومنورنا. الله يجزاك خير حبيبي ويرفع قدرك يا رب. ربنا يخليك. دكتور عبد المنعم، نحن نتحدث عن قانون أو مشروع قانون تنظيم الفتوى المطروح على البرلمان المصري، وافقت عليه اللجنة الدينية، وسيطرح على الجلسة العامة طبقا لجدول البرلمان، وهو مثير للجدل. ما رأي حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكرك أولا على هذا الطرح الجيد، وأشكرك أنك أنت قلت أنا قدام ثلاثة آراء. رأي الأزهر يوافق عليه، ورأي يعترض من يعترض عليه من الإخوة السلفيين وغيرهم يعني، ورأي تنويريين كما يقال عنهم، لهم وجهة نظر وسمعنا وجهة النظر. أتيت حضرتك بالأخ الفاضل دكتور خالد منتصر، وتحدث عن الدولة المدنية وأتى بقضايا، هذه القضايا قتلت بحثا، وليس المجتمع بيتركها للمجامع الفقهية والعلمية الكبرى. فيعني مجرد الحديث عنها لا يغني، لا يسمن ولا يغني من جوع. تمام. لكن الذي لفت النظر أن الأخ الدكتور قال أنا سأتكلم في تخصصي، ثم تكلم عن قضايا تخص النساء والولادة وقضايا تخص الحمل، وهو ليس تخصص حضرته، فهو له تخصص ممتاز ومعروف يعني. قال إن إحنا إما أمام دولة مدنية يا إما أمام دولة دينية، وده الذي يقوله من يسمون بأنهم التنويريين. الحقيقة نحن لما سمعنا منه هذا، من حضرته هذا الكلام، اعتبر الدولة المدنية هي التي تعتمد على القانون، بينما حضرته لا يريد قانون من الأساس. احنا في مجلس النواب، ومجلس النواب يريد أن ينظم بقانون ما يسمى بالفتوى، وخاصة نحن مجتمع متدين بطبعه ومتدين عبر التاريخ، فعشان نشطب الدين تماما من المجتمع ولا نوظم الفتاوى فيه، هذا أمر يرهق المجتمع. وإذا كان الدولة المدنية هي التي تتقدم لما تشطب الدين، نحن نقول لحضراتهم لن يستطيع أحد في مصر أن يشطب الدين أبدا من مصر إطلاقا، لا الدين المسيحي ولا الدين الإسلامي، ولا يمكن لأحد أن يتحرك في هذه المنطقة الحساسة إلا بقدر يعني. لكن حضراتكم بتقولوا إحنا تأخرنا، طب قدموا أيها التنويريون، قدموا ما عندكم، اجعلونا نتقدم. إحنا بنتكلم الفتوى غير ملزمة، الفتوى معناها البيان، أخذت به أو لم تأخذ به، هذا يرجع لحضرتك. أنت رجل مدني وتقول أنا تنويري، تقدم أيها التنويري المحترم الذي أجلك وورينا ايه التقدم اللي انت عاوزه وقدمه للدوله. هل في واحد يقول لك ما تقدمش؟ هل الاسلام والدين والمسيحيه واليهوديه بيقولوا ما فيش حركه علميه في المجتمع؟ ده بالعكس، ده العلم اول ما جاء به الدين اللي انا عاوز ارفضه الان.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدين يتحدث في قضايا طبية ويقول خلق الإنسان من علق، عاوزك تبحث وتتكلم وتتحرك. ويقول لك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لعلامات لأولي الألباب. اتحرك واعمل. الدين لا يمكن أن يكون جانب تعطيلي كما ينظر إليه في أوروبا، لأن الثقافة اللي بيتحدث عنها الإخوة التنويريون الذين يسمون بأنهم تنويريين يتحدثون لأنهم نقلوها من أوروبا. الدين في أوروبا لو كان أي واحد يمد به يتكلم في نظرية النسبية مثلا أو الجاذبية أو غيرها بيقيم له محاكمة. هل رأيت الأزهر يقيم محاكمة لمن يتقدمون في العلم وفي الطب وفي الدين؟ النهارده كلية طب الأزهر عندنا واخدة جوائز عالمية، والأزهر بيمونها. كلية العلوم تعال شوف الندوات واللقاءات والمؤتمرات التي تقيمها كلية العلوم. فالدين ليس أداة تعطيل لتقدم المجتمع، إنما الذين يريدون أن يعطلوا المجتمع هم الذين لا يملكون إلا التراشق والاتهامات فقط. أنا أقول لحضرتك تقدم بنظرياتك للدولة، أنا أول من أصفق لك. لكن إننا أمسح الدين بالاستيكة وأقول إحنا سبب التأخر، هذه قضية تدل على خفة الوزن الثقافي عن الدين لمن يتحدث عن الدين بهذه الطريقة. تعال بعد كده تنظيم الفتوى، هو القانون، الدولة المدنية، نحن دولة مدنية ولكن المصدر الرئيسي لها في التشريع بتاعها بنص دستوري اللي انتخبت عليه وخرج المجتمع كله من أجله هو الشريعة الإسلامية. وعلى ضوء ذلك إذا جاء أحد يلعب في موضوع الشريعة الإسلامية بغير المجامع العلمية والعقل الجمعي نقول له قف، حضرتك أنت قد تثير فوضى في المجتمع وخاصة في المسائل المتعلقة بالقضايا العامة التي تمس أمن المجتمع. لما يجي واحد يفتي بقتل المرتد، قضية المرتد يتحدث عنها أخي الفاضل الدكتور خالد منتصر وبيقولها يقول لك من قال إن المرتد يقتل؟ النهاردة في المجتمع النهاردة عندك ناس بتعلن الإلحاد على صفحات فيسبوك وبل بتخرج في الإعلام ورأينا من يدعي أنه المهدي المنتظر ورأينا من يدعي أنه كذا ورأينا من يدعي أنه هو الله ومن يدعي أنه رسول. هل قال الأزهر اقتلوا هؤلاء؟ هل سمعت يا مجدي بيه إن إحنا ماسكين سكاكين تعلمنا في الأزهر نمسك سكاكين كده ونقتل الناس في الشوارع؟ هذا غير صحيح. ألو؟ لا يا فندم معاك. طيب قضية المرتد هذه قضية نطق بها القرآن، قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. لما جاء الفقهاء يفهموا هذه القضية ما قالش يذبحوه، إنما قالوا الدكتور الفاضل الأخ خالد منتصر بيقول الاستتابة، ده الاستتابة نوع من إعطاء الحرية الشخصية، إن أنا بروح أسألك ربما يكون مش قصدك، ربما يكون كذا، لا تجعل المجتمع يهيج عليك، لا تقل إني ما فيش إله والناس بتؤمن بإله، لا تقل إني ما فيش رسول والناس تعقل شوية، حتى أن بعض الفقهاء قال يستتاب حتى آخر لحظة من حياتك، فما فيش حد يأمر بالقتل، مين بقى اللي يأمر وله الحق؟ اللي احنا بنعيب عليه اللي هو ولي الأمر. ولي الأمر هنا أليس القانون يقول إن ولي الأمر هو الذي يتولى الأمر؟ فإذا قالت المجامع الفقهية إن الأمر يرجع إلى ولي الأمر هل يعاب على ذلك أم يصفق للمجامع الفقهية بذلك؟ أنا لم أجعل المجتمع كغابة يطلع واحد يموتهولي يقتله، لا ده أنا بقول ولي الأمر إذا رأى أن الأمور تعددت خطوط الحمراء وسيهز أمن المجتمع عليه أن يتدخل بقوانينه. انظر إلى الدين يقول لك تدخل بقوانينك وبنظامك، فمسح الدين بالاستيكة أمر ما ينفعش أبدا. طيب دكتور عبد المنعم، دكتور عبد المنعم، أليس قصر الفتوى والتصريح أو الترخيص بالفتوى لجهات محددة زي الأزهر مثلا ومجمع البحوث الإسلامية وغيره هو كما يقول الرأي المعارض لهذا القانون هو غلق لباب الاجتهاد أو تضييق للاجتهاد؟ من قال غلق لباب الاجتهاد؟ نحن نقول هناك فتوى عامة وفتوى خاصة. الفتوى العامة التي تتعلق بنظام المجتمع الذي يأمر بالقتل، القتل من الأمور التي تمنعها الأديان، الأمور الخمسة، حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ الدين
وحفظ المال وحفظ العقل، القضايا الخمسة دول دي الأمور العامة. دول يرجعوا للمجامع العلمية الكبرى. الأمور العامة التي تتعلق بالدين ترجع للقضايا العلمية الكبرى. لكن في فتوى خاصة في المسجد أنا موجود، جاني واحد قال لي أنا مش عارف أتوضأ، غسلت رجلي قبل أدي، أعمل إيه؟ أقول له روح الأزهر ولا أقول له الفتوى بتاعته؟ بس أنا كده مش مرخص لي إنه يفتي بما في ذلك. لو لا لا يبقى أنت ما قرأتش القانون حضرتك، القانون بيقول في فتوى عامة، التصدي للفتوى العامة. تمام، الفتوى العامة دي المجامع العلمية الكبرى. طيب، ولو شيخ لو حد في برنامج تلفزيوني وتلقى اتصال من مواطن وهو غير مرخص له وسأله في فتوى، أليست هذه الفتوى هي خاصة إيه؟ عامة في نفس الوقت؟ يا مجد بيه، سؤال، فتوى في إيه؟ فتوى هقول لك أنا، فتوى في مثلا في طلاق حلف عليها باليمين على مراته، هي خاصة بعبد محمد اللي اتصل، ولكنها في وسيلة إعلام عامة سيقيس عليها الناس وياخدوا بالفتوى دي وينفذوها. ما ينفعش واحد مستشار ما يعرفش ولا حاجة يطلع يفتي. ينفعش واحد طبيب يطلع يفتي. ما ينفعش أنا أفتي في الطب. ما ينفعش المهندس يفتي. ما ينفعش أنا في الأزهر أفتي في الهندسة. وإلا لو فتيت في الهندسة العمارة هتقع على أصحابها. نفس الطريقة الطبيب اللي بيفتي وبيقول لك كذا ممكن يعني يتحدث في قضايا بس ممكن واحد وممكن واحد أزهري لا يجوز ليه الفتوى في التلفزيون طبقا للقانون. هنا التنظيم بقى الأجهزة الإعلامية، ما هو القانون لازم ينص على الحاجات دي. من يتصدر للفتوى العامة أمام الناس لابد أن يحمل أداة ترخيص. ترخيص من مين؟ أنا خريج طب، أخذ أداة ترخيصي من فين؟ من كلية الطب ولا أخذها من الفنون الجميلة؟ من الطب، من كلية الطب. كذلك الذي يخرج في الأزهر، مش أنا عن نفسي تخصص عقيدة وفلسفة، ما ينفعش أطلع على الهواء وأفتي في القضايا العامة، إنما أنقل قضايا المجامع العلمية الكبرى، يعني مثل قضية الطلاق مثلا، أقول فيها المجامع العلمية الكبرى قالت فيها كذا وكذا وكذا، يبقى أنت نقلت، وفي نفس الوقت أنا أستاذ في الأزهر، والقانون بيقول البند الثاني إلا أساتذة الأزهر أو الذين وتعلموا في الأزهر يأخذون تصريح. مش كل واحد تعلم في الأزهر، ده لازم يكون عنده الموهبة أو عنده القدرة على الإفتاء ويطلع، والتلفزيون اللي هيتعاقد معاه يعرف إن هذا الشخص عنده القدرة على الفتوى. لكن النهاردة ألبس واحد لمؤاخذة زي أزهري وأجيب وأقول المفكر الإسلامي وهو بيفكر في هدم الإسلام كل يوم، وأقول الباحث الإسلامي وهو لا يعرف الباحث الإسلامي، الباحث في الفرق الإسلامية، الباحث في الشؤون الإسلامية، وجاء توظف أنت باحث وظف عن طريق الإعلام، الناشط السياسي، الناشط مش عارف، وهكذا بدأت الوظائف تخرج عن المجتمع. القانون يا سيدي اللي بيقول أخي الفاضل الدولة المدنية بتقول بالقانون، نحن نقول نشد على يد الأخ الفاضل ونقول له نحن نحتضنك وتعالى معنا نصفق للقانون اللي هينظم الفتوى الآن. طب يا دكتور، أليس هذه القضايا إلا أهلها. دكتور عبد المنعم، أليس نص القانون أو مشروع القانون على أنه من يتصدى الفتوى ياخد ترخيص من إحدى هذه الجهات زي هيئة كبار العلماء بالأزهر أو دار الإفتاء أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة؟ أنا اعترضت حتى على التشتيت. أنا في إحدى القضايا في قناة دي إم سي قلت الأولى، ودي إحنا تساؤلات حول القانون بنقدمها واللي ياخدها. التساؤلات إن ما تنفعش أنا آخذ من دار من اقول هيئه كبار العلماء وبعدين مجمع البحوث وبعدين اقول الفتوى في الاوقاف. نفرض انه هيئه كبار العلماء قالت برؤيه وجاءت الفتوى في الاوقاف قالت بضدها، ما ينفعش. ما هو في نقطتين هنا يا دكتور عايز اناقشهم مع حضرتك. حضرتك اثرت واحده منهم. افرض واحد راح لهيئه من الاربعه دول خد ترخيص والهيئه الثانيه اعترضت. ما انا جاي لك دلوقتي. انا مش لازم جهه واحده كده. سؤال حضرتك الذكي ده انا عرضته وقلت لابد من الذين هنا، يعني الميزه ان احنا نعطي تساؤلات ونعطيها للمشرعين لعلهم ياخذون بها. التساؤل اللي قلته حضرتك ده انا عرضته وقلت لابد في القضايا العامه الكبرى
لابد ان يكون الامر الى هيئه كبار العلماء. بعد ذلك يتفرع عنها الاذرع هذه. الاذرع هذه اعطت لهذه الهيئات كذا وكذا من أمور، يعني لها الحق في ان تفعل كذا، بحيث لا تتعارض مع الام اللي هي هيئه كبار، يعني كل هيئه يكون لها صلاحيات محدده. ممتده مستمده من فين؟ من هيئه كبار العلماء. الهيئه العليا للازهر، الهيئه العليا للازهر. تمام. مستمدة. طيب. ولا تأتي معترضة لها. أما قضية إن حرية فكر، يا سيدي حرية الفكر غير حرية الفقه. الفقه القضايا الفقهية الكبرى، لكن حرية الفكر أقول ما فيش نبي ورسول وأنا حر الفكر وتقول لي شيل إزدراء الأديان، أقول إن سيدنا المسيح ليس نبي ولا رسول ولا كذا، وأقول دي حرية فكر، وأقول شيل الفقرة واو من إزدراء الأديان، أقول إن السيدة مريم ليست أم المسيح، وأتي ببحث وأقول السيدة مريم ليست بأم المسيح عليها السلام وعليه السلام، وأقول هذه حرية فكر، وشيل الفقرة واو من إزدراء الأديان. أنتم تقولون الدولة المدنية، الدولة المدنية قالت بالقانون، ونحن في الإسلام نقول بالقانون، وفي الأزهر نقول بالقانون. وإني لو أنا تركت الحبل على الغارب لكل من هب ودب ويقعد بقى يفتي طبيب كذا، مهندس كذا، مستشار كذا، وكل واحد يقول لك ده فكر، ده حرية فكر، شيلوا ازدراء الأديان، والله ستصير مذابح في الأرض. طيب. تصير فتنة. طيب يا دكتور عبد المنعم، هناك جانب آخر. نعم. أيضا في القانون. أنا بكلم حضرتك أو بكلم فضيلتك في مصر. بما نتسم به في مصر، لسه احنا محتاجين وقت كبير علشان ما يبقاش في محاباة في منح تراخيص في كل المجالات. هل ده مش هيعرضنا أو هيدخلنا في مسألة المحاباة لشخص إن احنا نديله ترخيص ومش حابين شخص تاني نمنع عنه الترخيص؟ يا سيدي الفتوى لها معايير. إذا كانت تتضارب مع الأصول العلمية الدينية، هنا ما فيش حاجة اسمها إني أنا أسيبه ده عشان ما يقولوش عني كذا. ميت أنت حبيب إلي ولكن الحق أحب إلي منك. قضية إن أنا مش ممكن أعطي واحد ما يسويش حاجة وعشان بس عنده منصب وعنده كذا أديله الترخيص، طب ما هيطلع يفضحني. لا، ده عاوز واحد بعد كده بعد ما يقول الفتوى عاوز أجند له ناس، الناس دي تدافع عنه هو قبل ما تدافع عن الفتوى. دي ما فيهاش محاباة. هذه قضايا الفتوى من القضايا أجرأكم على الفتوى كما قال أحد الصحابة. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار يا سيدي. لقد كانت الفتوى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يستفتي النبي ومن هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يتصرع بالفتوى، إنما يقف إلى أن يأتي إليه الشرع سيدنا جبريل. ويسألونك عن اليتامى، ما يقدرش سيدنا النبي يجاوب عنها، ينزل القرآن ويقول قل شوف قل. أيوة أيوة كذا. ويسألونك عن المحيط، النبي ما قدرش يفتي، قل هو أذى. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إذا النبي كان يتوقف، أنا لا أتوقف، ده غريب جدا. ولذلك إيه فائدة المجامع العلمية الكبرى، مجمع هيئة كبار العلماء يا مجدي بيه، إيه الفائدة؟ فيها واحد من الفقه الحنفي، فيها واحد من الفقه المالكي، فيها من الفقه الشافعي، فيها من الفقه الحنبلي، فيها من القانونيين، فيها من رجال خريج كلية العلوم، فيها تمام. من مستشار قانوني، فيها من الطب، فيها من كل جانب بياخذوا الآراء دي كلها وينتهوا. أنت بتقول رأيك وبعد ما تقوله يسمعوه، الثاني يقول وأنا وجهة نظري، الثالث يقول أنا إلى أن تأتي الوجهة النظر العليا مع أكثر من جماعة. عارف اللي قال رأيي وحده في الآخر يقول أنا أرجع لما اجتمعتم عليه، لأنكم أنتم اجتمعتم على شيء ولا تجتمع أمتي على ضلالة. فهنا نفسه اللي قال وجهة نظره ويستمع إليه، مش ما يستمعش، يستمع إليه، لكن في النهاية لابد من الترجيح. من الذي يرجح؟ الهيئة. لو ما كانش فيه ترجيح هتبقى المسألة بتعبير البلدي العادي مسألة سبهلالة، يعني زي ما بيقولوا. أشكرك جدا. أنا لما أجلي بتاع التاكسي، اسمعني يا مجدي بيه، معلش خد الحتة دي. معلش. لما أجلي بتاع التاكسي يا مجدي بيه ويقول لي إيه رأيك في قضية كذا، وأنا راكب معاه في التاكسي، أقول له أبو حنيفة قال كذا ومالك قال كذا والشافعي قال كذا وابن حنبل قال كذا والسلام عليكم.
يعمل ايه الراجل؟ والله العظيم الراجل بتاع التاكسي وانا بنقلها عملي، قال لي طب انت حطيتني، واحد الاساتذه حطيني امام الفقهاء الاربعه وسابني ومشي، طب ايه فايدته هو؟ هو دارس الازهر فين؟ ما هو لازم يرجح لي ويقول لي والذي اراه اكثر يعني اميل الى الحق هو كذا وكذا وكذا بدليل كذا وكذا وكذا. تمام، اشكرك جدا. لكن تقول لي انا اجيب لك الاراء وامشي وتفتي قلبك، ما ينفعش. اشكرك جدا الاستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. كنا قدام وجهتين نظر في المقدمة، بس حبيت أن أنا نفتح مع بعض كده الموضوع قبل ما تبدأ المناظرة. الدكتور خالد منتصر الكاتب الصحفي الكبير والذي يتصدى لهذه القضايا كثيرا جدا الرأي، والدكتور عبد المنعم فؤاد الرأي، والاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. على نفس المنهج هتكون المناظرة بتاعتنا اللي هتبدأ بعد لحظات قليلة جدا. وجهة النظر هنشوف المؤيد والمعارض، وفي انتظار مداخلات حضراتكم الهاتفية وأيضا مساهماتكم على صفحة البرنامج، صفحة معالي المواطن على الفيسبوك وصفحة مجد الجلاد على الفيسبوك. أيضا هنقول الآراء كلها وإحنا مع بعض. هنروح لفاصل وتبدأ مناظرة الأسبوع في معالي المواطن حول قانون أو مشروع قانون تنظيم الفتوى المطروح الآن أمام البرلمان المصري.